رئيس المكتب السياسي لاتحاد العمل والحقوق أمير الزلزل ينضم إلينا مباشرة من بغداد. سيد الكريم، بداية مرحبا بك. أبدأ معك من حيث انتهى الخبر، قضية الشهيد هشام الهاشمي للمرة الثالثة تؤجل المحكمة محاكمة القاتل. برأيك ما الأسباب وراء ذلك، خصوصا أن هناك لغط كبير بشأن المتهم ومن معه في هذه القضية؟ مساء الخير عليك أستاذنا العزيز وعلى جميع مشاهدين ومتابعين قناة يو تي في. أعتقد القضية هي قضية سياسية، وكما روج للموضوع أنه القاتل لم يعد في قبضة العدالة. يعني سيد أمير، هل هناك أي ضغوط تمارس من قبل جهة متنفذة لعرقلة إصدار الحكم النهائي على المدان أو محاكمته أو البدء بمحاكمته؟ الضغوطات أستاذنا العزيز، الضغوطات متواجدة على القضاء العراقي منذ 2003 إلى هذه اللحظة، ولا نستبعد هذا الأمر بتاتا. سيد أمير، دعنا ننتقل إلى قضية العفو التي صدرت بحق نجل محافظة نجف. ما الذي حدث اليوم عندما قدمتم الطعن في مرسوم الرئاسة؟ يعني هل دار أي حديث بينكم وبين الرئيس بشأن ملابسات قرار العفو الخاص؟ أستاذنا العزيز، في الوقت الذي يقتل فيه قاضي بسبب تجار المخدرات يصدر مرسوم جمهوري بالعفو الخاص عما تبقى عن محكومية المدان جواد لؤي جواد التاجر المخدرات، يعتبر استفزاز للشارع وللجماهير. ولهذا أخذ الاتحاد العراقي للعمل والحقوق الدفاع عن هذه القضية على عاتقه. أردنا تقديم دعوة إلى المحكمة الإدارية، لكن السياقات القانونية أجبرتنا على تقديم تظلم إلى مصدر القرار وهي الدائرة القانونية لرئاسة الجمهورية. وحين عدم الأخذ في هذا التظلم يتم نقل الدعوة إلى المحكمة الإدارية. حقيقة صباح اليوم قدمنا التظلم إلى الدائرة القانونية لرئاسة الجمهورية بحضور السيد رئيس الجمهورية برهم صالح والسيد المستشار علي شكري مع الصديق الدكتور موسى رحمة الله، وقدمنا وعرض التظلم على اللجنة المشكلة بخصوص هذا الشأن، وأبلغونا خلال الساعات القادمة سيتم الاتخاذ الإجراء اللازم في هذا الشأن. سيد أمير، الآن تراجع رئيس الجمهورية وسحب المرسومين الخاصين بالعفو وطلب إعادة اعتقال المدانين، ما الخطورة المقبلة من وجهة نظركم؟ أستاذنا العزيز، فخامة الرئيس برهم صالح حينما أصدر المرسوم الجمهوري كان قد انتهت ولايته، ولا يجوز له ممارسة الصلاحيات ومهام رئيس الجمهور ومهام رئيس الجمهورية إلا في الحدود الذي منحها لها القانون، وهي الدعوة لعقد دعوة مجلس النواب لانعقاد الجلسة. ما عدا ذلك لا يجوز له ممارسة الصلاحيات والمهام إلا للضرورات الملحة التي لا يمكن فيها التأجيل لانتخاب رئيس جديد. وتعتبر قضية العفو الخاص والمرسوم الجمهوري هذا لم يعد من الحاجات الملحة، غير أن المادة 72 ثانيا باء من الدستور نصت على أن يستمر رئيس الجمهورية المنتهي الولاية بممارسة مهامه، ولم تنص على ممارسة صلاحياته كما جاء في المادة 73 أولا من صلاحيات رئيس الجمهورية إصدار العفو الخاص. ثانيا، أن ممارسة السيد رئيس الجمهورية لصلاحيات الدستورية يجب أن تكون عبر معايير وغير منفلتة عن الضوابط والأصول، وبالتالي فإن إصدار عفو كهذا وإن كانت صلاحية يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية فهو مقيد بما أقسم عليه بالمادة حسب ما جاء على ما أعتقد في المادة 50 بدلالة المادة 71.
أن أرعى مصالح شعبي وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة والحياد. هل يعد العفو عن إصدار عفو خاص عن تاجر المخدرات هو رعاية لمصالح الشعب؟ يعني سحب القرار الآن، هل من الممكن أن يحسن الصورة هذا القرار؟ حسب ما برر السيد الرئيس صباح اليوم ان الاولويات لم تصل مع اوراق المدان الى رئاسه الجمهوريه، فكان العذر ضعيف جدا واعترف بالخطا الذي حدث واوعدنا بتصحيح هذا الخطا والغاء المرسوم الجمهوري وتحمل كافه التبعات القانونيه، حيث أشار السيد المستشار والسيد رئيس الجمهورية إلا أن هناك أيادي مررت جزء من أوليات المدان ولم تطرحها جميعا على رئيس الجمهورية، فطالبنا بتشخيص هؤلاء الأشخاص وإعلان الإعلان عن أسمائهم تقديمهم للمحاكمة العلنية. كما أن بيان رئاسة الجمهورية الذي أصدرته بعد تسرب خبر المرسوم المطعون فيه هو إشارة، وإشارة السيد الرئيس إلى الخطأ الحاصل هو إدانة كبيرة للرئيس الجمهورية. شكرا جزيلا رئيس المكتب السياسي للاتحاد العمل والحقوق أمير الزلزلي، شكرا مرة أخرى.